سلمى، دائما الخبرة هي شرط أساسي لأي بوابة عمل جديدة. أكيد يسعى الشباب للدخول لإلها، فهي شرط أنك يكون عندك خبرة عملية. اليوم رح نعرف ليه أطلق برنامج بوابات لفرص التدريب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية إدارة الموارد البشرية بهدف دعم الشباب بمرحلة الانتقال من المجال الأكاديمي للمجال المهني من خلال برامج تدريب ضمن بيئات عمل حقيقية. وهذا الشيء رح نعرف تفاصيله أكثر اليوم من ضيوفنا دكتور منير عباسي، رئيس جمعية إدارة الموارد البشرية، ونهلة كردية، مشرفة التدريب ضمن برنامج بوابات. سعد لي صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. رح نبلش معك دكتور منير. دائما عنكم بجمعية الموارد خطوات مهمة لكل حدا حابب أنه هو يسقل مهاراته ويتعلم. خلينا نحكي عن بوابات وشو الهدف منه. تمام، أول شيء خلينا نحكي بس مقدمة صغيرة عن الجمعية. جمعية إدارة موارد بشرية جمعية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ب 14/1/2007، فعمرنا 14 سنة، عبر 14 إن شاء الله بيكون هي السنة احتفالنا. فالحمد لله عملنا مشروع رائع جدا وبحاجة له شباب السوري، اللي هو مشروع بوابات جيتس، اللي هو بدعم وإشراف من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الـ UNDP وجمعية إدارة موارد بشرية. يقوم فكرة المشروع على أنه هالشخص اللي ما عنده خبرة جوات سوق العمل، لحنا رح نأمن له هاي الخبرة، فهي عبارة عن فرص تدريب مأجورة داخل الشركات. لأول مرة هذا بيتم هالموضوع، لأنه لحنا بنعمل عملية موائمة بين الشركات الباحثة عن متدربين ولكن بصفة موظفين، وأيضا الباحث عن عمل اللي هو متدرب. فهون ما هو استاج، ما هو عبارة عن ساعات معينة، هو دوام كامل عم بيقوم فيه بالتدريب. قد يصل فترة زمنية للتدريب من شهر إلى 4 أشهر. نحن بالمقابل بنصرف له مبلغ مكافأة بشكل مباشر من البرنامج نفسه إلى المتدرب عن طريق إحدى مثلا شركات تحويل الأموال اللي هي داخل سوريا. فالمتدرب بياخذ خبرة عملية، اللي هو دائما عم بتطالبه الشركات وين خبرتك، وبنفس الوقت الشركة بتجرب هذا الموظف أو المتدرب ليس على حسابها، فما بتحسه عبء. وأسوأ سيناريو بالموضوع أنه حيطلع معه شهادة تدريب وأنه خبرة عملية داخل هاي الشركات قد تصل إلى 4 أشهر. عدة شركات أبدت رغبتها، كبرى الشركات في الاتصالات، كبرى الشركات في الصناعات الغذائية والإعلامية، عندنا الحمد لله ليستة كتير كبيرة. فلحنا كمان بده المتدرب هلأ يتابعونا من خلال منبركم كيف ممكن يقدموا على هذا البرنامج، لأنه كتير مهم يعرفوا شو هي الروابط اللي فوت يقدموا عليها. وتمام، المشروع متكامل جدا، حتى كمان في عنا شريك أساسي وهو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال مركز تمكين الشباب اللي هي موجود في عدة محافظات، حنلفت نظر له كمان من شان المستفيدين من هذا البرنامج من خلال منبركم. نعم نهلا، يعني خلينا نحكي شوي عن معايير قبول أيضا الشباب الأكاديمي بالتدريب، في معايير معينة للقبول؟ تمام. هلأ بالنسبة للمعايير أو بالنسبة للمشروع، فهو مستهدف بداية الخريجين الجدد من الجامعة وخريجين المعاهد، بالإضافة لطلاب السنوات الأخيرة بدنا الدراسة الجامعية. طبعا هدول الأشخاص يعني الخريجين خاصة هنا باحثين عن عمل، هنا ما عندهم خبرة سابقة، هنا بحاجة هاي الخبرة، في عندهم كفاءات بس ما نون منمينا بشكل صحيح، فهنا في كتير فجوة عم بيلاقوها بين الدراسة الأكاديمية وبين سوق العمل. فإجا هذا المشروع جيتس انترنشيب، التدريب داخل الشركات، لحتى يسد جزء من هاي الفجوة اللي عم بيلاقوها الخريجين الجدد والباحثين عن عمل. حلو. طيب مثل ما حكت نهلة دكتور، يعني خلينا نحكي أكثر بشكل تفصيلي. اليوم 4 شهور هل هي كافية لنقول في عنا شخص أصبح مدرب لسوق العمل، وخصوصا أنه اللي بيكون طالع من حياة أكاديمية ولو فيها جزء عملي يطالب بأنه يكون عنده خبرة سنوات ولو مشتغل شغل إضافي أو شيء؟ فأربع شهور، خلينا نحكي عن المراحل اللي رح يخوضها المتدرب ليوصل ونقول أنه هو أصبح مؤهل. تمام. أول شيء المتدرب اللي هو رغبان بالحصول على الفرصة داخل الشركات بده يتابعنا من خلال منصة التوظيف المجانية الخاصة بالجمعية اللي هي jobgate.sy. jobgate.sy هي عبارة عن منصة افتراضية تقدم فرص تدريبية ووظائف حقيقية، وبنفس الوقت تقدم تدريب مجاني.
فبيكون الباحث عن فرصة تدريبية عم يعمل سيفيتو من خلال انه يفوت على هذا الموقع ويكبس على او يضغط على الايقونة اللي اسمها فرص التدريب داخل الشركات، بيطلع له بروفايل، يحط ايميل وباسورد وبيبني له السيرة الذاتية، بيصير بيعمل عملية بحث بين عشرات، هلا يعني ان شاء الله بالمئات حتكون الفرص التدريبية المتوفرة حاليا، هي اول نافذة له. بنفس الوقت جوب جيت له ابلكيشن على الموبايل اللي بيستخدم موبايل اندرويد، من خلال موبايله في تابع الفرص التدريبية وفي قدم السي في تبعته. ما عنده هاي الامور التقنية وما في انترنت، اذا هالحجة هي في يروح يقدم من خلال مركز تمكين الشباب بشكل شخصي، يعبي الابلكيشن تبع بوابات الجيتس تبع البرنامج وياخذوا عنه معلومات وهن بيتواصلوا معه. اللي بيصير هلا بتيجي الشركات بتعلن عن فرص تدريبيه اللي بيقدموا لها بشكل مباشر للشركات، طبعا الشركات كمان بتفوت هي على نفس الموقع وبتبني بروفايل لها، فهو هو عباره عن حتى الباحث عن عمل والشركه نفسها بتبني بروفايلات على الجوب جيت. بتيجي الشركه بتعلن عن فرصة تدريبيه، بتصير عمليه موائمه، الشخص الباحث عن فرصة تدريبية بيقدم بشكل مباشر للشركة، هي أول وسيلة لاستقبال السيفيات. ثاني وسيلة لحنا منفلتر له، عنا كمان بالتعاون مع مركز تمكين الشباب موظفين هناك، بنقوم عملية موائمة بين السيفيات المقدمة وبين هالفرصة التدريبية، وبيتم التواصل معهم قبل إرسالهم للمقابلات العمل. اليوم مثلا عنا مقابلات عمل قد تتجاوز 100 شخص لأكثر من 12 فرصة وظيفية داخل إحدى الجروبات اليوم. يعني كنت بتمنى لو أنه نكون نحن عم نصور لايف من قلب موقع الحدث. بس الشيء المهم عن هذا البرنامج، بدي أرجع لسؤال حضرتك أنه هل يكفي هذا الشهر؟ طبعاً يكفي الشهر لأربع شهور، لأنه هدف البرنامج ليس التدريب والعودة إلى مقاعد الدراسة أو العودة إلى بحث عن عمل. الاثنين الطرفين عم يطلعوا على بعضهم من خلال فرصة توظيف حقيقية. يعني هلأ الشركات اللي احنا متفقين معهم ضمنياً أنه هدول موظفين حقيقيين وانظروا لهم ليس كمتدربين، فطلبنا منهم يتعاملوا معهم بدوام كامل مثلهم مثل الوظيفة الحقيقية، فبدنا ندخله لمعركة حقيقية في سوق العمل وليس عبارة عن ساعات معينة يحطها ويروح ياخذ عليها مثلا علامات لمادة التدريب المهني، ليس هذا المفهوم أبداً. هي فرصة تقود إلى وظيفة حقيقية، وكل الشركات عندهم ضمنياً من أصل 100 فرصة وظيفية خلينا نقول أو فرصة تدريبية حيكون في 30-40% فرص توظيف حقيقية. مثلاً في شركات كبرى معنا، في شركة سيرياتيل طبعاً الشريك الاستراتيجي للجمعية، هو شركة سيرياتيل هي دعمة لنا. في عندهم وظائف، عدة وظائف، MTN في عندك أكثر من عدد كبير من الوظائف، في عندنا شركات البنوك، في عندنا أكثر من 6 بنوك عند الرغبة، شركات غذائية. فالباحث عن عمل ممكن يخطر ببالك سؤال إنه شو نوع الاختصاص؟ كل الاختصاصات مقبولة ما دام يحقق المعيار وهو خريج معهد أو خريج جامعة أو في السنوات الأخيرة من الدراسة. فلحنا بنتمنى عليهم للأشخاص يشتغلوا على حالهم، يفوتوا يشوفوا هالفرص التدريبية، لأنه عبارة عن معرض فرص عمل من خلال منصة التوظيف تبعتنا اللي هي jobgate.sy. نعم، يعني هو أشبه يعني جوب جيتس بلينكدين المشهور أيضا اللي طبعاً عم بيوفر فرص عمل حول العالم. كمان خلينا نهلا نحكي معك كونك مشرفة تدريب، تحكي لنا عن المراحل اللي بمر فيها الطالب بالتدريب. المرحلة الأولى مثلا، هل كيف ممكن آلية معينة فيها مثلا إجراءات معينة؟ هل الشهادة الأكاديمية مطلوبة بالدرجة الأولى ولا ممكن؟ بنعرف في بعض الشباب ممكن عم يدوروا على فرص عمل ما نون حاصلين على شهادة جامعية، فخبرينا كمان. هلأ للأسف أنه هذا المشروع هو موجه حصراً للأشخاص اللي معهم شهادة أكاديمية، تمام. بالنسبة للتدريب هلأ مثل ما سبق وحكى الدكتور منير أنه نحن حالياً عم نعمل مقابلات عمل، ضمن مقابلات العمل في أشخاص حتنقبلوا في أشخاص ما حيتم قبولها. هدول الأشخاص اللي ما حيتم قبولهم نحن حنعرف شو الأسباب يلي ما تم قبولهم، تمام. فحنشوف شو نقاط الضعف، حنشوف هن شو التدريبات يلي بحاجتها لحتى نأهلهم ليفوتوا لسوق العمل. بس ممكن إذا حدا اختصاصه الأكاديمي مو مناسب للوظيفة بس هو عنده موهبة وحب ممكن ينقبل؟ يعني خلينا نكسر هاي القاعدة انه لازم الاختصاص يكون نفس لا ما دخل، هي في شيء اسمه مهارات كمان. اكيد هلا بنعتمد بجزء كتير كبير على المهارات، بس كمان الشهادة الأكاديمية مطلوبة. هلا مو شرط اساسي انه تتوافق مع الاختصاص المطلوب، بس شرط كمان انه الخبرة عنده تتوافق، يعني لازم يكون في توافق
إما بالشهادة أو بالخبرة السابقة. تمام. طيب هلا هذا المشروع مشروع كتير مهم لأنه بقلب أي خليني أقول مؤسسة سواء حكومية أو حتى خاصة في كتير من الموظفين الجدد اللي ما حصلوا على فرصة التدريب، فبالتالي هذا بيسقل مهاراتهم بيخليهم أكثر فعالية وإنتاجية. اليوم هن أوريدي جايين من شركة معينة، مبعوتين من شركة معينة، هل رح يتم التعامل معهم فيما بعد بشكل أفضل؟ ممكن حدا منهم تاخذوا شركة أخرى، نشوف أنه مستواه تحسن، شو الفرص المقدمة والمتاحة؟ حضرتك قلت اللي ما بيزبط فهو على الأقل أخذ 4 شهور تدريب، خلينا نقول اللي بيزبط شو الفرص اللي قدامه؟ خلينا نرجع للشق المسؤولية المجتمعية الكبير بقلب المشروع. نحن المشروع له شق تدريبي مهم جدا، وهو إذا أنت شخص قدمتي على الفرصة التدريبية وطلعتي بمقابلات العمل غير مؤهلة لهالفرصة التدريبية، طلبنا من الشركات تزويدنا بجدول أنه شو هي المهارات الناقصة لهذا الشخص، فنحن حنعيد العمل على هذا الشخص بدورات مهارات الدخول لسوق العمل، نخليه مؤهل لفرص تدريبية. الشخص اللي هو تدرب لمدة شهر وقال مثلا أنا ما بدي هاي الشركة، ما هي الشركة اللي أنا عم دور عليها، له كامل الحرية أنه يروح على غير شركة، وبالمقابل نحن لا نرغم أي شركة من الشركات أنه تأخذ اللي دربته، فهي لها كامل الحرية أنه تقول هذا الشخص مناسب لإلي ولا لا. أنا عم بتطلع على المعنى الأساسي والكور الكونسبت تبع المشروع اللي بيقول أنه هل على الأقل أنه هذا الشخص كسر حاجز الخوف من فرصة وظيفة حقيقية، لأنه دائما نحن بنروح على التدريب بنفسية كأنه هي عبارة عن ساعات لا تقودنا إلى فرصة حقيقية. أما تقديم مفهوم الانترنشيب الحقيقي اللي هو التدريب داخل الشركات بغرض التوظيف الدائم، مفهوم جديد بسوريا عم يتم تناوله من خلال هذا المشروع. طبعا بدنا ننوه على شغلة أنه هذا بايلوت بروجكت، يعني مدته 8 شهور، عم يتم بدمشق وريفة. نحن إجانا كتير طلبات من المحافظات، وبإذن الله بناء على نتائج هذا المشروع ونجاحه رح يمتد مشروع آخر يشمل كل جغرافية سوريا، لأنه الطلبات اللي إجت من المحافظات الأخرى بشكل هائل جدا، بسبب أنه الشركات نفسها اللي عم تطلب موظفين في دمشق لها أفرع خلال المحافظة، فكلنا عم يطالبوا بهالموضوع. نحن عم نبلش بمشروع يثبت نجاحه لحتى نقدر نكبر جغرافية المشروع كلياتها، ومنوعد الأشخاص. يعني هلا المستفيد من فرصة التدريب مستفيد بالحالتين، فات تعرض لجو حقيقي بالعمل، ثاني شيء فرصة حقيقية للوظيفة يثبت نفسه. وبتمنى عليهم، أنا بقول لهم للفات المتدربين يشتغلوا على حالهم كثير، يعني فترة إثبات يستفيدوا. موجودية. ثالث شيء انه اذا ما عنده هالمهارات هو فات على فرص تدريبيه مكمله لمهاراته. فيعني نحن بنتمنى انه يكون المشروع متكامل. اذا بدكم كمان، الان سنهله هي عباره عن خير نموذج كيف بلشت متطوعه، كيف اشتغلت على حاله طالبه ماجستير، وهلا هي احدى موظفين المشروع، فهي اكثر وحده ممكن تحكي مع الشباب بلغتهم بمفرداتهم. من تجربتك يعني نهله، كمان خبرينا كيف بلشتي خطواتك لفتي على المشروع، وخبرينا اليوم لما ينقبل اي شاب او ينعطى فرصه للتدريب باي مؤسسه، هي المرحله شو يقدم من خلالها؟ تمام. هلا انا بلشت كمتطوعه بجمعيه اداره الموارد البشريه. تمام. تعبت على حالي واشتغلت على حالي وتدربت هيك. شو دراستك؟ انا خريجه اقتصاد اداره اعمال، وحاليا عم بعمل ماجستير باداره الموارد البشريه. بعد فترة من التطوع قدرت اني اثبت حالي وصرت حاليا موظفة مسؤولة ادارية ضمن مشروع جيت انتنشر، تدريب داخل الشركة. هلا بالنسبة للاشخاص، كثير الاشخاص عم بيعانوا للاسف انه نحن مثلا ما عندنا كفاءات، نحن ما عندنا مهارات، طب نحن شو لازم نعمل؟ هلا ببساطة في عندكم انتم طريقتين لحتى تطوروا حالكم، اما بالتطوع. يعني انا بلشت، يعني من تجربة شخصية، انا بلشت كمتطوعة وانتهى فيني الامر اني صرت موظفة بهي الجمعية. ثاني شيء انه انت درب حالك، دائما اشتغل على حالك. طبعا نحن موقع جوب كيت بيقدم كمان دورات تدريبية. حاليا الدورات التدريبية اللي موجودة عليه هي كلياتها بشكل مجاني عم تقدم لهدول الاشخاص، فاي حدا حابب انه يطور حاله عنده كتير طرق وكتير وسائل. واجا كمان هذا المشروع كمان عم ياخد طلاب بالسنوات الاخيرة او خريجين في كتير فرص ما بدهم اي خبرة فيها، فبيقدر انه يقدم عليها ويستفيد من هاي الفرصة.
يعني حلو انه نحن اليوم عم نحكي عن شيء عملي وبنفس الوقت عندنا مثال عملي اللي هو نهلة ضيفتنا. قبل ما نختم حديثنا نحن دائما بنطل هيك معك دكتور لناخذ كمان نصائح للشباب، وخصوصا انه جمعية الموارد البشرية بتحرص دائما على تنمية الشباب بكل القطاعات سواء سوق العمل او حتى خلال دراستهم، وفي لكم برامج مستمرة. نحكي شوي عن هاي البرامج المستمرة بشكل كامل واللي ممكن يستفيد من المتطوعين حتى بالجمعية. تمام، نحن هلأ الجمعية مستمرة لمدة 14 سنة ما انقطعنا عن تقديم الخدمات، ماشينا مع الجو الافتراضي حاليا بسبب أزمة الكورونا وكوفيد 19، فبلشنا نحن نقدم التدريب الافتراضي المجاني. أنا من خلال منبركم بدي أشكر كل مدرب درب معنا وقدم مسؤوليته المجتمعية مجانا، يعني نحن معنا كبار الأسماء، ما بدي أحكي فيها الأسماء مش عم نعمل ترويج يعني ونقول إنه عم نحكي لصالحهم، كبار الأسماء كل يوم عم تعطي ساعات من التدريب المجاني. يعني تصور إحنا عم نعمل كورس كامل بالفوتوشوب مجانا، عم نعمل كورس كامل نحن بمهارات سوق العمل، عم نعطي كورس كامل لأمين صندوق، كورس كامل لمحاسب، يعني هيك لا تحقق مئات الآلاف عم تتقدم للباحث عن عمل مجانا من خلال الجوب جيت دات اس واي، مشروع نبيل جدا. على الجوب جيت دات اس واي بتلاقي كبرى الشركات عم تحط إعلاناتها مجانا كمان، يعني نحن بس ما عم نعمل أي شيء غير عملية موائمة بين الباحث عن عمل وبين الشخص اللي هو أو الشركة اللي هي باحثة عن الموظفين. أنا بحب أخبر الشباب من خلال منبركم مئات الوظائف موجودة، ما حدا يقول ما في فرص عمل أبدا، في نقص مهارات عند الأشخاص، أي حدا من الباحثين عن عمل شوي في عندهم الجيل الشباب لازم يتعود يكون نفسه طويل شوي، إنه من أول فرصة عمل قدم عليها بيقول لك ما حدا عم ياخذ إلا اللي عندهم خبرة أبدا. ليك التجارب، أنا عندي هلا حاليا أكثر من 43 متطوع بالجمعية، في منهم 32 متطوع توظفوا جوات الشركات كلها من خلال فرص التطوع، يعني نهلة هي آخر واحدة منهم مثلا. أنا بتمنى كل ما بيجي حدا بالتطوع، فالتطوع جاي أنت عم تقدم خدمة مجانا وأنت عم تحصل فرصة وظيفية. نحن عم نقدم مفهوم التطوع بسوريا على أنه عبارة عن مهنة وليست هواية أبدا، فلحنا وقت يفوت الشخص المتطوع يبرز كل مهاراته مجانا نحن أوام ما في شركة حتوفره. فشوفي انت هلا مثلا عمليات، انا بتطلع انه بعض المتطوعين بيصيروا بعض الشركات بدنا فلان، فنحن بتصير مثل عمليه هيك انه انا بدي اياه قبل هذا، فالشخص اللي منيح اللي ساقل مهاراته ما حدا ابدا حيغض طرف عنه. فبقول للشباب من خلال منبركم هون انه اشتغلوا على حالكم كثير، مشاريع كثير في عنا الحقيقه، ونحن عمليه التوظيف دائما مستمره، يعني دائما اما بشكل شخصي او عن طريق يروحوا الشباب في مركز ارشاد وظيفي اسمه مركز تمكين الشباب تابع لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل بدعم ايضا من منظمة الأمم المتحدة في منطقة برزة في حاميش، موجود منه بسبع محافظات، يتقدموا عليه. هذا بيعطيك دورات مجانية هي حقيقة، بيروح بيحضر على صفوف دراسية وصفوف التدريب، وبنفس الوقت بيقدم سي في تو بيعملوا عمليات موائمة. ومن خلالكم كمان بدي أتشكر أنا كل الشركاء اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منظمة الأمم المتحدة، برنامج الإمائي اللي عم يعطي هالدعم المسؤولية المجتمعية، بدي أتشكر راعي الرسمي تبع الجمعية لهي السنة الشريك الاستراتيجي سيريتيل، بدي أتشكر كل الشركات النبيلة الرائعة اللي هي خايفة وحريصة على شبابنا أنه يتدرب ويحقق فرص عمل، عم تقدم فرص تدريبية ما بتصدق أنت مجرد الإعلان عن هالموضوع ثاني يوم عندنا مئات الفرص التدريبية. فبتقولي بس بدهم خلص حدا بس الجهة اللي تشبك، ولكن من نفس المسؤولية المجتمعية وليس الربح المادي. يعني يمكن سلمى كان في صعوبة حقيقة بإيجاد فرص عمل للشباب قبل وجود جوب جيت، بس خلينا نقول إنه بوجود هذا الموقع ووجود تقديم فرص التدريب للأكاديميين لحتى يدخلوا لسوق العمل صار في يمكن في أمل أكثر بإيجاد فرص عمل. نحن نتمنى أنه يعم بكافة المحافظات السورية. نهلة بدي اياكي تقولي لي عن ردود فعل الشباب اللي حصلوا على وظيفة بعد انتهاء التدريب، هل عم تتواصلوا معهم بعد ما فاتوا على سوق العمل؟ كيف عم تكون الردود الأفعال؟ هو نحن مبدئياً بعدنا بمرحلة مقابلات العمل، تم توظيف أكثر من شخص بعدهم بالفترة الأولى، فترة يعني فترة التجربة سواء من طرفهم أو من طرف الشركات هي خلال الفترة التدريبية. طبعاً بعد الفترة التدريبية إذا أثبتوا حالهم حيحصلوا على فرصة عمل، لأنه جميع الشركات المشاركة هي بحاجة موظفين، فهي الفترة التدريبية هي فترة تجربة. عم تلاحظي في تركيز على الشباب الأكاديمي؟ في تركيز على استقطاب الشباب؟ طبعاً هلأ جميع يعني دائماً بأي فرصة عمل عم تنطلب عم بيكون مطلوب شهادة، عم بيكون مطلوب اختصاص أكاديمي،
فكتير صار مهم الاختصاص الأكاديمي هلا. طيب كمان دكتور منير، خلينا نقول من وحي شغلكم ومن وحي الدورات اللي عم تقوموا فيها وغيرها، شو أكثر خليني أقول المجالات المطلوبة حاليا، وخصوصا أنه الناس بتتوقع أنه لا نحن لساتنا على الشيء التقليدي، علما أنه سوق العمل بياخذ مجالات تانية مو بس الشهادات التقليدية المشهورة المعروفة عند العالم، طب هندسة ما إلى ذلك، لا في كتير مجالات مطلوبة بسوق العمل، في كتير اختصاصات بحاجة أنكم موجودة، شو هي الاختصاصات الأكثر طلبا حاليا؟ هلأ هنحكي بتغير عالمي لفرص الوظيفية. هلأ في مفهوم عالمي جديد للـ 2030 اللي هو بيقول أنه الفرص الوظيفية فقط تتواءم مع المهارات، يعني ما عاد في الشهادة هي عبارة عن وسيلة مرور انك انت خريجة، فممكن تكوني مثلا خريجة اعلام وعم تشتغلي بمجال التسويق، ممكن تكوني خريجة كلية الاقتصاد وعم تشتغلي مثلا بعمل ما له علاقة نهائيا بمثلا الجي اي اس. دائما هلا نحن كلياتنا عالم 2030 يتبع المهارات، فمنقول للشباب كلياتهم اول شيء انا بقول ان اذا بدي يفوت اي واحد على الاختصاص فوت وراء شغفك، انت على شو الشغله اللي بتحب تفوتها، بغض النظر انه لها فرص وظيفيه ولا لا، بخص انه نحن غرف الصناعه، غرف التجاره وغرف السياحه، هي الغرف ما لنا مأمنه احصائيات تقول انه هالقطاعات شو بحاجه لكم فرصه وظيفيه. عاده الجامعات بتاخذ هالارقام من المؤسسات هدول وبتقول انه شو هو لازم يكون توجه البلد 10 سنين لقدام، بدنا هالاختصاصات بحاجه لها هالمنطقه الجغرافيه، بما انه ما في هي الارقام بنفوت كلياتنا وراء الشغف تبعنا الاختصاص اللي بدنا اياه. السر كلياته بالفرصه الوظيفيه هو قديش بتطوري مهارات. وفي شيء بيغفلوه الشباب انا بدي انبه عليه كثير، حتى لو انت كنت تقنيا الابرع والافضل والاميز، هناك مهارات سلوكيه لازم تشتغل عليها. يعني كلياتنا بنحب يكون واحد شاطر، بس اذا ما بيعرف يشتغل مع تيم ما حناخده. بدك مهارات اللي هي مهارات الدخول لسوق العمل. لازم يكون كمان كثير نقطه مهمه يركزوا عليها، والشراكه اللي هي مطلوبه للنجاح. نعم دكتور منير، نحن نشكرك انت ونهله، بنتمنى لكم التوفيق يعني، وعطيتوا امل لكثير من الشباب الاكاديمي وخاصه بهذا الوقت لايجاد نفسهم، خلينا نقول بزمن هالضياع اللي عم بيعيشوا فيه. ان شاء الله التوفيق لكل اللي عم يقدم على jobgate.sy، فوتوا على الموقع شوفوا فرص التدريب. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم لاستضافتنا. شكرا 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 لكم لوجودكم، نتمنى التوفيق اكيد ولكل الشباب اللي عم يشتركوا حاليا بهي المبادرات.